نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية وتتابعون فيها. انعقاد منتدى الأعمال الجزائرية المصري اليوم في الجزائر وتوقيع 12 اتفاقية تعاون في ختام الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين. بالتزامن مع قمة الناتو في مدريد، رئيس الوزراء الإسباني لا يستبعد تدخل حلف شمال الأطلسي في منظمة أو منطقة الساحل الأفريقي ومالي تحديدا. نقاشات داخل مجلس الأمن لحث المغرب وإسبانيا على إجراء تحقيق سريع ونزيه في مجزرة تمليلية. وفي السودان مليونية أخرى مطالبة بالحكم المدني في ذكرى وصول الجيش إلى السلطة. وفي الرياضة، ارتفاع رصيد الجزائر من الميداليات في منافسات الألعاب المتوسطية وهران 2022. أهلاً بكم إلى التفاصيل. بداية، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مساء أمس توقيع 12 اتفاقية تعاون مع مصر في قطاعات متنوعة. جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية في ختام الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة التي يرأسها بن عبد الرحمن ونظيره المصري مصطفى مدبولي بالعاصمة الجزائرية. وقد سمحت المحادثات التي أجرينا سويا خلال هذه الدورة بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تحذون للمضي قدما في تطويرها وتنويعها وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة. كما توجت عن أشغال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية بالتوقيع على 12 اتفاقا ثنائيا في مجالات الصناعة وترقية الاستثمار وتنمية الصادرات ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال والبورصة والموارد المائية والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الدبلوماسي والبيئة والأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا وتحتضن العاصمة الجزائرية اليوم منتدى الأعمال الجزائري المصري عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأعرب الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن تطلعه وثقته في أن يشكل المنتدى نقلة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية. كما ستعرف، هذه الدورة تنظيم منتدى اقتصادي جزائري مصري يوم غد إن شاء الله، يضم عددا غير مسبوق من رجال الأعمال الجزائريين والمصريين، والذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين تعزيزا للمحتوى الاقتصادي للشراكة الثنائية. وإننا نتطلع وكلنا أمل وثقة بأن هذا الحدث الهام سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية المصرية. من جهته، أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة خلال الاجتماع عن تطلع بلادي إلى إقامة شراكات بين رؤوس الأموال المصرية والجزائرية من أجل تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة وتصدير إنتاجها إلى الأسواق خاصة الإفريقية منها، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر. لعل انعقاد منتدى رجال الأعمال غدا الذي سأشرف بوجودي مع أخي دولة الوزير الأول
ونحضره سيكون هو الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022. لأن أعتقد أن إحنا دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدينا. في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه لا يجب على حلف شمال الأطلسي إغفال جناحه الجنوبي في منطقة الساحل الإفريقي وتحديداً في مالي، مضيفاً بأن الناتو سيقوم بالدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي الحلفاء. وأكد سانشيز في حوار مع قناة لاورا دي لاونا الإسبانية أنه كما يتواجد الحلف بشرق أوروبا يجب عليه أن يعزز تواجده في الجنوب أين تتوسع روسيا في العديد من المناطق على حد تعبيره. تصريحات سانشيز تأتي بتزامن مع ختام قمة ناتو اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد. إن طبيعة العمليات التي نقوم بها نحن وحلفاؤنا هي عمليات للردع فقط، هي ليست للهجوم ولا للدفاع، وعلى هذا الأساس سنقوم بالدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي حلفائنا. بالإضافة إلى الجناح الشرقي، يجب عدم نسيان الجناح الجنوبي، لأن روسيا تتوسع بشكل ملحوظ في العديد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لأمن دول الجنوب وأمن حلف شمال الأطلسي. أتحدث هنا عن منطقة الساحل، بالضبط مالي، فلا يجب نسيانها. فكما نحن متضامنون بتواجدنا في شرق أوروبا، يجب علينا أن نتضامن مع الجنوب وتعزيز تواجدنا فيه. حول الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الموريتانية نواكشوط عبر الهاتف الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية عبد الله ولد بونا. أهلا بكم. أهلا وسهلا، حيا الله. أهلا وسهلا. ضمن أي سياق تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بخصوص تمدد حلف الناتو في الساحل الإفريقي وتحديدا في مالي؟ لا بد من النظر إلى المشترك ما بين نظامين في المنطقة يحاولان الهروب من مشاكلهم الداخلية. رئيس الوزراء الإسباني يعاني كثيرا على المستوى الداخلي السياسي والأمني، وكذلك المغرب، وهناك محاولة لاختلاق أزمات، لأن هذه الأنظمة الضعيفة لا تحتاج إلا على الأزمات. هذا الطرح اللي قدم رئيس الوزراء الإسباني طرح خيالي في كثير من المزايدة، لأن حلف الناتو مثل ما هو معلوم مشتغل بالجبهة الشرقية، مشتغل بانضمام دول الشمال إلى حلف الناتو، وعندهم الأولويات ما هو أكبر من دول جنوب الصحراء. التواجد الروسي في مالي تواجد باتفاق رسمي مع الدول المالية، ويحق لمالي أن تتعاقد مع أي دولة. وعلى كل حال هذا لا يبتعد. عبد الله ولد بونا، نعم، إذا كان الناتو مهتما بالشرق كما تقول، أي أهداف إذن للتدخل المحتمل في الناتو للناتو في إفريقيا، وتحديدا كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مالي تحديدا؟ أنا أستبعد أن يتجه الناتو لتفعيل الجبهة الجنوبية، لأن أوريدي في الأفريكوم الأمريكان موجودين، فرنسا موجودة، الدول ذات العلاقة الوطيدة مع بعض الدول جنوب الصحراء، هاي العلاقة قائمة، والناتو حاجة استراتيجية لانتشار الناتو جنوبا، لأن الجبهة الجنوبية ليس فيها تهديد روسي حقيقة. الأمر كله مسائل مبطنة موجهة أساسا للجزائر. الجزائر ذات التحالف العميق مع روسيا وذات السياسة المعتدلة. الجزائر لا تنحاز إلى طرف من الأحلاف المتواجهة الآن في أوروبا، في شرق أوروبا. لكن انظروا خلف تحت رئيس وزارة الإسباني الوضع الإسباني الداخلي والوضع المغربي أيضا، لأن المغرب يحاول أن يؤجج عبر رئيس الإسباني هذه الجبهة، لأنه يحتاج لمظلة معينة لاختلاق أزمة. هل ترى بأن بيدرو سانشيز يبحث عن أزمة أخرى حتى يغطي على الانهزامات السياسية الموجودة في إسبانيا والمغرب أيضا؟ أولا، إسبانيا شهدت مظاهرات حاشدة ضد قمة الناتو الأخيرة في إسبانيا،
الشعب الإسباني ضد وجهه، ورئيس الوزراء الإسباني يتجه اتجاه سلبي في السياسات الإقليمية والقارية، ولذلك يطرح هذا الطرح الذي يحاول أن يخلق جبهة مساندة لرؤية والتعويم. واضح جدا. كسؤال أخير، نعم كسؤال أخير، إذا ما تمت هذه الخطوة التي يأمل بيدرو سانشيز أن تحدث، ما الانعكاسات ربما المحتملة لتدخل النيتو على استقرار القارة السمراء؟ هذا حقيقة سيكون خطير جدا، وبالنسبة لإسبانيا والمغرب ليست وصية على إفريقيا. آخر انتخابات برلمانية تم تهزيمة المغرب، فتشوا عن الرباط خلف التصريحات الإسبانية. إسبانيا لا تمثل الدول الأقوى أو في أوروبا، ولا تمثل قدر على ترشيد بوصلة الناتو، هذا شيء معروف. إسبانيا الحين بحاجة لدعم أمريكي، أمريكا رفعت حجم المدمرات المياه الإسبانية إلى 6 من مدمرتين، وكذلك في إيطاليا. هذه التصريحات تصريحات أراها مزايدة، وهي حقيقة تهديد هذه المنطقة، ودعوة للتدخل في شؤون دول ذات سيادة، ودعوة لإقحام المنطقة. واضح جدا. نعم، الصراع لا يعنيها. الكاتب والباحث في شؤون الاستراتيجية عبد الله أول دبونة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من العاصمة الموريتانية نواكشوط عبر الهاتف. عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة مغلقة بشأن المأساة التي شهدتها مليليا الإسبانية الجمعة الماضية، حيث قتل 23 مهاجرا إفريقيا على الأقل أثناء محاولتهم الدخول عنوة إلى الجيب الإسباني انطلاقا من الأراضي المغربية، لكن أعضاؤه الخمسة عشر فشلوا في الاتفاق على موقف موحد تجاه هذه المسألة بحسب ما أفاد دبلوماسيون. انقسامات تشهدها أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن مجزرة مليليا، فالحادثة التي هزت العالم ورح ضحيتها 23 مهاجرا إفريقيا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأنها. أعضاء المجلس 15 فشلوا بحسب دبلوماسيين في الاتفاق على موقف موحد تجاه القضية، فالنص الذي أثار امتعاض الولايات المتحدة بشكل خاص لم يرى النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره حتى لدى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاث. كينيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن والمطالبة بعقد الجلسة اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط، ويدعو كل من المغرب وإسبانيا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الفاجعة. اليوم تم إطلاع مجلس الأمن على الحادثة التي شهدتها مليليا حتى يتمكن المجلس من الحصول على الحقائق، ولدعوة مجلس الأمن إلى المطالبة بالمعاملة الإنسانية للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية كحق من الحقوق، وكذلك مطالبة مجلس الأمن بضرورة الاعتراف بأمن الأفارقة الذين يفرون من الحروب وانعدام الأمن في بلدانهم. نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة أكد أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، ليؤكد أن الهدف من الجلسة هو الدعوة إلى معاملة إنسانية للمهاجرين الأفارقة، مشيرا إلى الطريقة المختلفة جدا التي يتعامل بها مجلس الأمن مع الأزمة في أوكرانيا. ما حدث للمهاجرين الذين حاولوا دخول جيب مليليا الإسباني هو انتهاك صارخ لهذا القرار، فبدلا من حمايتهم تعرضوا للاعتداء. للأسف لم يكن حادثا منعزلا، بل هو جزء من حرب ممنهجة شهدتها السنوات الأخيرة ضد الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي والذين يسافرون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. الهجوم الدموي للشرطة المغربية واستخدامها القوة المفرطة ضد مهاجرين غير نظاميين حاولوا اجتياز الحاجز الفاصل بين مليليا والمغرب، ولدت ردود أفعال حقوقية ودولية منددة. فالأمم المتحدة اتهمت السلطات المغربية والإسبانية باستخدام ما أسمتها القوة المفرطة في التعامل مع المهاجرين الأفارقة، ودعت إلى إجراء تحقيق معمق.
مددت الأمم المتحدة المحادثات التي ترعاها في العاصمة السويسرية جنيف بين رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيل صالح، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الوثيقة الدستورية التي كانت أو بعدما كان مقررا اختتامها أمس الأربعاء. وكانت محادثات اليوم الأول قد حققت توافق الطرفين على الوثيرة الدستورية ومسائل متعلقة بالمسار الدستوري. يوم إضافي لمحادثات جنيف الخاصة بالمسار الدستوري الليبي أعلنت عنه الأمم المتحدة مساء الأربعاء وسط أمال لما ستؤول إليه المفاوضات بين رئيس مجلس النواب عقيل صالح ونظيره رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التي أبنت في بدايتها عن تحقيق تقدم إيجابي في عدد من المسائل. وفي ظل الراهن الليبي الذي يشهد مزيدا من التعقيد والانقسام تزامنا ووجود سلطة مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية، يجمع متابعون للشأن الليبي أن الإسراع في إيجاد توافق لا يحتمل التأجيل، وهو ما عبر عليه الطرفان الليبيان المجتمعان في جنيف. مساع أممية تتزامن وأخرى ليبية يقودها المجلس الرئاسي، الذي كثف من لقاءاته مع الفواعل السياسية والمجتمعية الليبية فضلا عن السفارات المعتمدة في البلاد، آخرها اللقاء الذي جمع محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني بالسفير الأمريكي، وتمت خلاله مناقشة ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. انتخابات يقول مراقبون إنها الحل الوحيد والأسلم للأزمة الليبية الراهنة، لكن دونها عقبات تؤجل خروج البلاد من المرحلة الانتقالية. أما الطريق إليها فهو ولا شك تغليب الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد. دعا تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى مظاهرات في العاصمة الخرطوم، دعا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وقال التحالف إن خروج الشعب في المليونية هو الضمانة لتعديل نوعي لميزان القوى، مشيرا إلى أن كافة الاحتمالات والخيارات واردة خلال مسيرة اليوم التي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية لتولي الجيش السلطة في البلاد. عام ينقضي منذ تولي الجيش السلطة في السودان وتنصيب مجلس سيادة انتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان. عام مضى كم خابت فيه أمان السودانيين بل والمجتمع الدولي في وصول الحوار بين المكونين المدني والعسكري إلى توافق الفرقاء لإنهاء أزمة الحكم في البلاد. عام وما زالت المظاهرات في الشارع السوداني مستمرة رافعة مطالب للجيش بضرورة تسليمه السلطة للمدنيين، وسط جهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول الإيجاد من أجل الدفع بالحوار السوداني، وسط إصرار الشارع السوداني على إبعاد العسكر من المشهد السياسي وتسليم السلطة كاملة للمكون المدني، فيما يتشبث الأطراف السياسية بإطلاق حوار مباشر بين الفرقاء السودانيين دون أن يقدم طرف تنازلة حقيقية للآخر. فالمكون العسكري يرى أن التوافق والانتخابات مخرجان لا ثالث لهما، أما المعارضة فمن فك تطالبه بالحكم الديمقراطي الخالص يرجع الجيش إلى الثكنات، أزمة سياسية فاقمتها اقتصادية أخرى. فمواقف المكون العسكري السوداني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني على وجه الخصوص كانت وما تزال محل انقسام داخلي. أما توجه الحكومة الانتقالية إلى البنك الدولي لحل مشاكل الاقتصاد زاد من معدلات الفقر في البلاد، وبين مشاكل السياسة والاقتصاد يجد مجلس السيادة الانتقالي في السودان نفسه أمام تحديات تزيد من فعل الضغوط الداخلية والخارجية عليه. حول الموضوع ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض عبر الهاتف وجدي صالح أبو يزن المتحدث باسم حزب سودان المستقبل، أهلا بكم. بداية في نظرك، لماذا فشلت إلى الآن مساعي التقريب بين وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري في السودان؟
أولا الشكر لك أستاذ مبارك، شكر لسفانة الجزائر الدولية، وتحية للشعب الجزائر الشقيق. الحقيقة في الأساس لم يكن هناك أي عملية تفاوض حتم نصيرها بالفشل، وإنما كانت هناك عمليات شكلية بين الانقلابيين وأذنابهم، ومحاولات لجر لجان المغاورة والقوى السياسية المناهضة لهم للجلوس معهم في عملية تفاوضية حتى يعودوا إلى المشهد من جديد. طبعا بعد أن واجهوا الرفض القاطع والمقاطعة الشاملة من الشعب السوداني، أو يعودوا لاكتساب شرعية تمكنهم من الاستمرار في النقل على أقل تقدير. ولكن غوان السياسية اللي داعمة لهذه الثورة والمناهضة للانقلاب فهمت ذلك المخطط، واضح ورفضت الدخول معهم في أي مفاوضات استجابة لرأي الشارع الذي يرفع شعار لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. بعض القوى السياسية الانتهازية والأفراد حاولوا الجلوس مع الانقلابيين ولم يصلوا معهم لأي نتيجة، وذلك الأطراح دعني أنتقل معك إلى سؤال آخر. ما السبيل الأمثل الكفيل بتسريع حل الأزمة السياسية في البلاد من وجهة نظرك وبإجازة لو سمحت؟ لا مجال لحل هذه الأزمة سوى إسقاط هؤلاء الانقلابيين وذهابهم إلى المقاصل والسجون، لا حل سوى ذلك. هذا هو الحل الذي يتم تأجيله منذ عقود يا أستاذي، ولكن حان الوقت. شكرا جزيلا. الآن لتنفيذه عبر هذا الجيل المصمم على إنهاء الانقلابات العسكرية في السودان وإلى الأبد، وقد بذل هذا الجيل في سبيل ذلك حتى الآن الدماء والأرواح. هذه المعركة المؤجلة لا بد أن تحسم الآن حتى تكون هنالك بيئة صالحة وصحية لممارسة السياسة ونهوض بهذه البلاد. نعم. فلا بد واضح من جدا. إبعاد الجيش عن دائرة السياسة، وكذلك من العاصمة السعودية الرياض وجدي صلاح أبو يزن المتحدث باسم حزب سودان المستقبل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أقر نواب الاحتلال الإسرائيلي اليوم حل الكنيست، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد خلال 3 سنوات ونصف السنة، وتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الفاتح من نوفمبر المقبل. وبعد تأخير دام ساعات، صوت 92 نائبا من أصل 120 لصالح حل البرلمان في اقتراع سيسمح أيضا لوزير خارجية الكيان يائير لابيد الجمعة بأن يتولى رئاسة حكومة الاحتلال خلفا لنفتالي بنت. في الرياض ارتفع رصيد الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى 14 ميدالية، من بينها 6 ميداليات ذهبية خلف تركيا ب 17 ميدالية ذهبية و10 مماثلة للبعثة الإيطالية. وأضاف الوفد الجزائري المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران ميدالية فضية وأخرى برونزية إلى رصيده خلال اليوم الرابع من المنافسات التي ضمنت فيها 5 ميداليات برونزية على الأقل في رياضة الملاكمة. حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من وهران الزميل محمد بوعلام سالمي موفد قناة الجزائر الدولية، أهلا بك. وسؤالي بداية، ما رصيد الجزائر من الميداليات حتى الآن في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران؟ اهلا بك انت على المباشر، تفضل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام تابعي قناه الجزائر الدوليه، اهلا بك مصطفى، متواجدون مباشره من القاعه الرياضيه التابعه لقصر المؤتمرات الدولي لمتابعه فعاليه ومجريات دوره العاب البحر الابيض المتوسط. في هذه القاعه تجرى فعاليه رياضه الجيدو في الشق الاول من القاعه، والشق الثاني رياضه تنس الطاوله. الان قبل لحظات فقط خرجت المصارعة الجزائرية أمينة بالقاضي في وزن أقل من 63
كيلوغرام وهي متفوقة وفائزة ومتأهلة إلى دور النصف النهائي بعدما تغلبت على الفرنسية توبين ميلودي. قبلها كذلك إدريس رضوان تأهل إلى دور نصف النهائي في وزن أقل من 73 كيلوغرام. عماد بن عزوق سيكون مجبرا على خوض مباراة إنقاذ إن صح القول لأنه انهزم في لقاء وفاز في لقاء آخر، لذلك سيكون مجبرا على التدارك إن أراد أن يضمن التأهل كما فعل زملائه في المنتخب الجزائري. بلكح السعاد للأسف أقصيت بعد انهزامها في وزن أقل من 70 كيلوغرام. مصطفى نتحدث قليلا عن الميداليات وعن الحصيلة لحد الآن، هي بورصة والأمور تتسارع وتتفاوت بين اللحظة والأخرى، لا شيء دائم ولا شيء مستمر لأنه المنافسات تجرى في مواقع مختلفة، جيدو، تنس الطاولة ورياضات أخرى في نفس الوقت. تقريبا اليوم 16 تخصص، الكل يبحث عن التتويج وعن التأهل إلى النهائيات، والترسع بذهب أو فضة أو برونز البحر الأبيض المتوسط. شكرا جزيلا. الجزائر نعم. في المركز الثالث بعشر ميداليات. نعم. مصطفى المركز الأول. ستوافينا لا شك في قادم الساعات بآخر التفاصيل اليوم الرابع من هذه المنافسات. الزميل محمد بوعلام سالمي موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام وإلى اللقاء.